مرة بعد وحن قد يجيا شركة قد يجيا أو فلان تلينا يا إتاي كران إلهي كهيا دباته إن يكفوا قاعدان علاد يجيدو دقال دحمرة يجيدو لدى سومالي لان إن يكفوا قاعدان دقال بطلان يا سومالي لان دعا أو دشو دقو دعا إن يكفوا قاعدان دقال دل إيا دارود كدعا أما دل إيا إرر كدعا الشيخ عبد الله الشيخ علي جوهر شيخ البلد في الصومال لا لا يمرك غوريس وحو كادلي حالتك تاج مجالد لاسعانوت وحنو الشيخ كادلي فتنه يا سيدي لوغ هرتي لها وحيابها كدلن كرا الشيخ وحو سدو كلي اسمد يجرادد كشير يا مجالد لاسعانوت يا حرونت كوبل كسور او باقي مال مهن وحتاغن بوق يا قيرو يا تاغن قبل هذا كونفريت لاسعانوت عريرتيسا فيركاسي ودقو بوقوين باكا كتاغن وحطي الصدانو حتى حكومة دي باكا قروضي وحي ترسانيان شعبي ونغو كقرابي وحي ترسانيان حكومة دي نغوي قروضي او وحي تير وحي بنتينا أنقوية وحي داوعنا أنقوية وحوالبانا أنقوية وحوالا هذا اللوان أقولنا هبي حكومة دي حايدتي هذا نظر كوما قد عنا وحي أموقتي شعبي قيها الكاد دقنا وحي أموقتي inay tashadaan oo isku yimaadaan lagu ma diidin taana lagu ma diidin waa runa tashada la yiro sacbigeedana waa maxay hayday een waa u fadhiyaa maanta kamid baanay dadka soo dhaweeyay umadubada way soo dhaweeyay tashigoode dadka soo dhaweeyay aniga shakhsigeega ah waan tarxiibinayaa oo waan soo een waan soo dhaweeyaya waxa een mu'tamarkaana waxa la filayaa inuu ka soo baxo wax khayr leh oo ka soo baxo umada khayr leh oo uga soo baxo amnigu uu ku jiro استقرارك أو كو جرو إنه كصباح أيوم الله في ليه وح في نظر كما في لينا إن إله سبحانه وتعالى في نظرك أي إنه في نظر كصباح هذا كما في لينا أنا أقول لي بعضكم حكوا ترى يا أقصد الجيدين يا كوا هل كان جوجا قلياش أو كجرا أما جوست ذا هذا أما وكيل ذا هذا أما وزير ذا هذا أما قاسم ياشا هذا أما مدير ذا هذا ما ملا حفيظ ذا ما ملا بيشا كسو جيراي يجي نفتو دينا كو بيراني ترى ذا كلا قيب قلا كو يدبي ذكي يمد بواي ما ليان كو جوجانا إن يجي نفتو ذا أيك قيب قلا وشعب قاس أي وحيسو أدي أذية أذية جراد أذية أيكو باقين ويف يعنته يلا مركز صين لا إلالية أي تهاي رجع صلاة دين تها يجراد ذا إن إلاليان أي تهاي مجا يا شرف كاي إلاليان وكل ما محمى لي عفى عفكحن نبضنا وكاك هي عرادنا وحبا كما تلالي حديث الإسراء وحكو جري النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحيا به الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وحكم ذا أو جبريل التصي سلا إنه في فيديو عن ضوء النوق الله تصي وحكم ذا جحر صغير يخرج منه ثور عظيم فجعل الثور يرجع إليه فلا يستطيع وحلا تصي قد ير أو يرى دوبن ودبي وين وكسب بودي ودبي جو وين أذكر نقطة أولي وهذا أذكر نقطة كرواي كل قاسي يقول ما هذا يا جبريل حلي يقول كان جبريل أو حلي يقول وقاسي يقول هو ينبول هذا الرجل العظيم وأنك وين كلمة أي كسب هذا حني كل هذا مك على عليه سلا ورني يوم حكى المدة كوجي يقول سلا درا هذا برضو أضيال مركز تيجو جنبه إن إسكال عليهم وين كلمة فشحن أحن إحماتي كينيسا إن إسكا إلاليان وي شعبي قال كا دقن لاسعانو دقن ومج وحا قول كا إن جلتا جي دائم كدباتة داسي أي كا كتاقن تهي دولو دونتون تي واي أغلاتي إن المتمر كا يهشان واي أغلاتي دادك أوردن لو سوو دلو ويو دلو أمدل تيدي كتشان إيسا والسو دوي وعيدك حونا نقوم بقال أولاد محيش لغو قبسين عيدك حونا مانان maana maqal iyagana waxa haboon in la yaacni ilaaliyaan nidaamkooda ay ilaaliyaan dhaqankooda suubana ay ilaaliyaan fatrada ay iska ilaaliyaan dadku intu waqtiyada xurubaha oo kala waxyaabaha fasaadku way soo dhex galaan khamrada soo badan karta xashishada soo badan karta oo kulkaan nidaam meeshaas jirin intaana iyaguna inay is ilaaliyaan is dhowraan ilaaliyaan wadkooda ay ilaashadaan wax meesha ku jira een way waxaan dib ugu noqonayaa oon leeyahay oon talahan iga ugu soo jeedinayaan مؤتمر كودا سينو مؤتمر خير النقض مؤتمر علادك صوب بحدا إين عن النقلين كيركا أحيقا إيرتنا شيخ إسحابا إله بيقو أغو أنو كوم أغي وح على الحم أي كيركا أحيان مرنا بك مع المقل دط وح الله أركا سير كيركا ميل كستي جوغان سيجاري وتحقريان وحن الوضعية ذي ونرانا ورنا إيقا بد نوغر رنتين بعنا إيقا بد نوغر رنتين أيان لانا
markaas raga koodi wax garadkii wuxuu ilaahdaa deeyidii ku wadnaa dagaalantii oo dagaal baad nagu qaaday oo dawladdii mararka qaar kood wad naga darnayeen iyagu waligood xabad nagu markiin bay xabad nagu markiin bay waa runtii dawladdii siyaasad barar qadkeedii aynu inagu la dagaalamaynay xarakadii SNL la dagaalamaynay mararka qaar koodna dawladda aynu ku horeynay ee aynu lahayn dhulka iyaga dhex soo gelina meelina ku ekaad anaga aan soo gelina oo dawladda aan garab galay iyagu wax dawladda ay u yeesheen xarakada SNL waxay u yeesheen oo dhibaato ah intii dawladdu ay ku jirtay ma umaynay yeelin kolkaasi oran jireen kolka mudacaysku u tagnay idinku waad nala dagaalanteen anagu miyaad iyagu miyaad nala dagaalameen waxba nama dhex yaalaan waxaana nooga muuqatay xataa shirka burco kolkii la galay ayaga ayaa naga facfac roona annaga oo soomaalinimada iyagaa nagaga adkaa shacbigaa reer lascaanood baa nagaga horreeyey waxay raggii ka yimid qiimahda srcda raggii ayaa joogay salaadiintiibaa joogtay garaadadiiba ayaa joogtay beel ka maqnayd haba yaraatee ma jirin arrintaa maxaan u leeyahay dadka qaar kiibaa yidhaha maba anaan ogeyno waa lana qabsadano ciidanubaaba na qabsadaba annaga lana soo galay slm soo qabsatay soo gashay oo aanu dhahna dharihiina way naga qaateen aanuu nidhahnaa iyo macwisihiina naga qaateen aanuu nidhahnaa iyaga lamaba soo gelinba cidiba ma soo gelinba nabad iyo caan unbay ku ahayd shirkii sheekh kadaalik waa la wada joogay dheesha ugu xoog badan bay ka mid ahaayeen dadkay shiisiinaysay shirkii boodama ayay maasha allah way naga xoog badnaayeen annaga way naga xoog badnaayeen waana nagaga adadkaayeen dowladnimadii kolkii la dhisana qaybtooda way ka qaatay anuguna dadka oo dhan wuxuu arkayay dowladda soomaaliland waa la wada lahaa gobollada si unbaa loo wada dhisay 10 sannadood u dambaysay reer gobolka laascaanood dawladdu aada bay u dhistay wakiilahaa wasiirkii macdanta iyo biyuhu lahaa dawladdii soomaaliyeed iyo dawladdii ingiriisku 2 ceel bay qodeen buu yidhi inta soomaaliland aan joognana 3 iyo 4 ceel baan qoday buu yidhi waa wasiirka macdanta iyo biyaha oo maadhuwito uka warramayay ayuu sheegayay markaa horta waa laga qayb gal horumarkii gobollada oo dhan waa horumar way gaadheen cid waliba maanta way ogtahay siday waa la ogaa waxaa dowladdii hore siyaad barre lagu la odhan jiray aqalka wasaaradda maaliyadda ee dowladdii dhistay oo aqalkiina gubashadiibu raacay intii ka dambe inteeda badanna shacbiga boodama yaa dhisay gobol walbana sidaas u dhismay nabadna waa lagu calamaalay nabadna waa lagu ahaa wax dhibaato aana ma jirin adoon ku dheeraanaynin khudbadeeda oon uguba talagelin dheer inaan dheereeya aan ugu talagelin waxaan kusoo gunaanadayaa hadalkayga aan kusoo gunaanadayaa reerkaa walaalaheena ee halkaa ku shiraaya waxaan u baryaynaa ilaahay subxana wa tacala tawfiiq waafajin inuu ilaahay waafajiyo oo khilaafkan dhexdooda ahan uu ka dhicinay horta dadku kolkay iswaafaqaan xumaani kama soo baxdo haddii ay yidhaahdaan soomaaliland halkeena waanu ku caalamaalay oo meeshii aan ku caalamaalay oo nabad baynu ku helay oo horumar baynu ku gaadhnay oo cahdi baynu galay oo ummaddan baynu cahdi la galay oo burcaynu kula galay oo sheekh baan kula galay oo boora baan kula galay oo madaxdii saraaynu ka mid noqonay oo wasiiradii baan ka mid noqonay aan sideen ahaana hadday yidhaahdaan hanian wa haboonyihin waa soo dhoweynayaan haddii ay yidhaahdaan ayaha iyagaa ka tashayna ay yidhaahdaan oo walaalaha iyaga buntland baanu annagu raacaynaa hadday yidhaahdaana iyaga uu xoray aanu ku dacnii maayo haddii ay yidhaahdaan beel weyn oo daraawiishtii baanu ahaan jirnay beelaha kalan ayaan la midnahay gooni baanu isku taagannaa hadday yidhaahdaana waxba aanu ku dacnii maayo waxba ku dam xaqa bay u leeyihin laakiin midu baan ka digay anugu reerkaana tale aanu soo jeedinaya adoo cabdilla inasha cali jawhara da'deeduna ay tahay maanta 83 da'deeduna ay maanta tahay oon dhayal dhayal u hadlaynin reer laascaanood waxaan leehay qadiyadihiinaasi haddii soomaaliland inaa addaysataanna idanka oo xor leh oo u xaq leh labada arrimood ee kale haddaad goosataanna waxaan idinkula talinayaa si nabad iyo xasilooni iyo bashbash iyo barwaaqo aad u gaadhaan iyo waxaa doonaysaa inuu idinku xaqiiqoobo reerkaa reer sheekh isxaaq ee ama habar jeclaa la yidhaah ama habar yuunis la yidhaah garxajis ama arabka bari la yidhaah arabku hadda moogtiin durbaanta arab baa dhalay arab yaa dhalay faaduma cabdulaahi arab baa dhashay arab sheekh isxaaq awoobuu yahay arab durbaanta saddexdaa reer ee jiidda idinku soo xiga nabadooda adkeeya oo dhulka iyaga u gaarka ana ha farigelinina waa gardarro dhul iyaga u gaar ah haddaad farigelisaan dhulka ay idinla degan yihiinna ku taxgeliya oo arrinkaba wax ka siiya oon wada degannahay waar kaale nala eg ilaah haddii aad ku taxgelis haddii aad ku faragelisaan dhulka iyaga u gaarka ah ee reer sheekh isxaaq u gaar ah haddaad ku faragelisaan waa gardaracad ka uu idinla degan yahay eed wada degantihiinna haddii aad ka taxgelin weydaanna waa gardarro barh ah gardarada barhkiina way buuxsantaa baa la yidhi hadduuna gabadhiisa yidhaha baa la yidhi dalqad barhkeed baan ku furay hadduu yidhaha baa la yidhi way iska buuxsantaa baa la yidhi marka waxaan kula talinayaa inay iska daayaan reerka reer sheekh isxaaq gobolladiisa uu gaarka ah aynu waxba ku faragelinin
كو أي وذا دجاننا أنا كو وذا فرجلين كودا أي محي هيدا كو إكادان تدا دولدو بوجو قرطية تشرد الليلي أي إن أي تشردان مرة بعد وحن قد يجيا شركة قد يجيا أو فلان طالنا يا إتاي كران إلهي كهيا دباته إن كفوا جادان علاد يجيدو تقال دحمرة يجيدو دا سومال لان دحمرة إن كفوا جادان تقال بطلان يا سومال لان دعاء أو دشوا ذكر دعاء إن كفوا جادان تقال دير يا ضهرات كدعاء أما دير يا إير كدعاء أو دشوا ذكر دعاء ويا هدي علاد أي هرتو ميل دبضو هرو ميل كجوكسون يقان لبا يقان عبد الرساق عمر معاد وليو تلفشن كسي بي بورم.